السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طلاب الصف الخامس الابتدائي اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد مع ماده الساينس والاستاذ محمد رحمي في قناه ساينس كابيتال يلا نبدا مع بعض ان شاء الله هنكمل مع بعض الخصائص بتاعة الضوء او البروبرتيز اوف لايت مع الخاصية التالتة اللي اسمها The Light Reflection او انعكاس الضوء يا ترى ايه هي الخاصية ديت وبنلاحظها فين او بنشوفها فين آه تعال نشوف يعني ايه كلمة انعكاس الضوء What is meant by reflection of light يعني ايه كلمة انعكاس وهل هي لازم مرتبطة بالمراية زي ما انت شايف كده لك لا الديفينيشن بتاع ريفليكشن اوف لايت او انعكاس الضوء ات ذا بونسنج او ارتداد او ريتيرنينج باك عوده اوف لايت ريز اشعه الضوء when light falls on a reflecting surface لما الضوء يسقط على سطح عاكس كلمه سطح عاكس هنا اوعى تفتكر انها المرايات بس لان انت اصلا بتشوف كل حاجه حواليك لان الضوء بيسقط عليها وينعكس ويجعل لعنيك فخلي بالك ان سطح عاكس دي كلمه تشمل مدى كبير جدا من انواع الايه الاسطح او المواد طيب يبقى ده التعريف بتاعها هي عودة أو ارتداد الضوء عندما يسقط على سطح إيه؟ سطح عاكس. طيب تعالوا نكمل. أدي مثال عليها في لايت سورس أو مصدر للضوء. الضوء هيمشي في خطوط مستقيمة زي ما خدنا في الإيه؟ في الخاصية اللي قبل كده. ده سطح عاكس مثلا مثال مراية. الضوء هيقوم مرتد يبقى كده انعكس، غير اتجاهه، كان ماشي ناحية الشمال مثلا بقى جنوب. طالما طيب غير اتجاهه تماما يبقى ده اسمه انعكاس الإيه؟ الضوء أو ارتداد الضوء. لكن عارف لو هو ماشي في نفس الاتجاه كده وانكسر شويه هتبقى الخاصيه اللي جايه اسمها انكسار الضوء لايت ريفراكشن دي لسه أنا يبقى هنا مجرد عمليه ارتداد ارتداد يعني يسيب اتجاهه ويرجع ورا خالص زي كره البينج بونج كده ترميها في الحتة ترتد لك تاني يبقى هو ده باختصار اللي حصل او اللي احنا شايفينه بيوضح التعريف اهو هي ارتداد اشعه الضوء is the bouncing or returning back of light rays when light falls on a reflecting surface على سطح عكس. من التعريف ده نقدر نقول إن في حاجتين مهمين جدا وهناخدهم دلوقتي من غيرهم مش هيحصل انعكاس. ها من التعريف؟ فكر كده لو ما فيش مراية مش هيحصل انعكاس ولو ما فيش مصدر ضوء مش هيحصل انعكاس. هناخدهم دلوقتي بس لازم تعرف إن في حاجتين مهمين أهو. بيقول لك أهو سؤال But we must know what all must Uh, all object reflects light but in different amount يعني لازم نعرف ان كل الاجسام that all almost all objects كلها بتعكس الضوء ولكن بدرجات متفاوتة والا ما كنتش انت هتشوفهم طيب and the proof of that when you light up the room لما تولع النور بتاع الاوضه you see all of the what in it يعني بتشوف كل حاجة فيها معناها ايه؟ إن كل حاجة عكست الضوء بطريقة معينة فأنا شايف طيب This is the basics of seeing objects يعني او bodies يعني هي دي الاساسيات بتاعت رؤيه الاجسام زي ما قال مين تفتكروا؟ احسنتم الحسن بن الهيثم احسنتم كان قال كده ان الضوء بيجي من مصدر يقع على الاجسام ينعكس يجي في عيننا فاحنا نشوف فخلي بالك الانعكاس موجود في كل حته مش معنى ان في مرايه كانت في الفيديو اللي فات يبقى ده خلاص بقى يبقى لازم يكون مرايه لا مش شرط. خلاص يا شبابنا؟ مثال اهو ضوء سقط من الشباك وقع على العربيه اللعبه الضوء ارتد من العربيه جعل عيني فانا شفت العربيه هتقول لي طب ما العربيه دي مش مرايه انا عارف بس هي ريفلكتنج سيرفس عكست ولو نسبه بسيطه من الضوء المهم انها عبرت عن وجودها وشفتها يبقى هو ده بيبسط باختصار شديد ايه هو الانعكاس وايه اهميته في رؤيه الاجسام لان خلي بالك ممكن اقول لك وات ار ذا تو كونديشنز that are necessary for seeing objects أو for reflection of light يعني إيه هم الشرطين المهمين علشان نشوف الحاجات هي هي هم الشرطين المهمين علشان يحصل الانعكاس اللي هم إيه ها هم تقدمك a source of light مصدر للضوء اتنين reflecting surface اللي هو السطح العكس والاتنين دول موجودين في التعريف برضه يبقى عشان يحصل انعكاس ضوء لازم مصدر للضوء ولازم سطح يعكس الضوء كده يحصل انعكاس ضوء طب لو قلت ايه هم الشرطين المهمين عشان اشوف فور فيجن اهي بين قوسين هم نفس الشرطين لانك انت بتشوف بانعكاس الضوء برضه. يبقى اول جزء ده في الفيديو لحد دلوقتي احنا استفدنا تعريف الانعكاس والشرطين المهمين عشان يحصل انعكاس وان مش شرط كل الاجسام تبقى مرايات عشان يحصل انعكاس لا كل حاجه بتعكس الضوء بمقدار معين ويوصل لعينك فانت تشوف الحاجه دي. يبقى احنا لحد دلوقتي متفقين على الثلاث معلومات البسيطه اللي احنا شفناهم دول. طيب هل ده بيحصل في حياتنا في اماكن ثانيه؟ قال لك اه القمر. سالتش نفسك ليه القمر بيبقى بالشكل ده كده؟ اوعى تفتكر انه بيطلع ضوء احنا زي ما قلنا قبل كده ان هو بيعكس ضوء الايه الشمس لو تلاحظ ان في حواليه كده زي نور كده طالع كل ده ضوء هو بيعكسه طب الفضاء اللي حواليه ده مش منور ليه لان الفضاء ده الضوء ماشي فيه ما بيصطدمش ما بحاجه فمش هيرتد يجي على عيني فمكمل الضوء الى ما لا نهايه وخلاص فيبان الفضاء اسود يعني الفضة اللي حواليه ده مش معناها إن اسود انه ما فيهوش ضوء لا في ضوء والضوء ماشي فيه في خط مستقيم بس بيبعد لكن ما قابلش حاجه يصطدم بيها ويرجع لي فانا اشوف الحاجه دي فخلي بالك برضو حتى المنظر الامر ده بسبب الانعكاس طيب نكمل ار زير ديفرنت طيب اوف ريفليكشن يعني هل في انواع للانعكاس ده قال لك ايوه بناء على ان شرط فيهم مصدر الضوء ولا السطح العاكس تعال نشوف الصور دي وانت اللي هتقول لي زي ما انت شايف اهو الجبل والاشجار اللي ورا دي صورتها في في البركه بالظبط زي ما تكون مرسومه او زي ما تكون دي مرايه مع ان دي سطح ميه بس لو تلاحظ انها ملساء وميه هاديه مش مضطربه فانا شايف صورتهم بالظبط هنسميها اسم الحاله دي طب تعالى بقى اشوف الحاله الثانيه دي كده نفس المدينه بالمباني وكل حاجه هو المفروض تكون منوره وحاجه اوضح ومع ذلك عشان في موجه في الميه مفيش ولا صوره واضحه في خيال كده لونه احمر خيال لونه بنفسجي خيال لونه لكن المبنى نفسه صورته مش باينه لان سطح المياه مزبزب كده او في امواج صغيره فمن شايف حاجه بناء عليه ركز بقى في الصوره دي كويس قوي لو اشعه الضوء اللي نازله دي اللونها اخضر اصطدمت بحاجه مستويه وانعكست في اتجاه واحد وان دايركشن زي ما مكتوب فوق كده بسميه ايه بسميه ريجولار ريفليكشن انعكاس منتظم ده النوع الاول يبقى حسب السطح العكس السطح مستوي اشعه الضوء جت متوازيه اصطدمت انعكست متوازيه في اتجاه واحد يبقى انا بشوف الحاجه بنفس ابعادها بنفس طولها بنفس عرضها يبقى ده انعكاس منتظم زي المرايه وزي سطح الميه المستوي لكن لو اشعه الضوء جت اللي هي الحمر دول. وقعوا على مية متعرجة أو مراية خشنة أو حاجة متكسرة منغمشة مكسرة كده. شعاع تد كده وشعاع تد كده وشعاع تد كده. فتبص تلاقي حصل حاجة اسمها ديفيوجن أو تشتت للضوء. أو ريجولار ريفليكشن انعكاس غير منتظم يعني نفس الكلمة بتاعت ريجولار ريفليكشن بس هنحط قبلها اي ار. ريجولار غير منتظم. كل شعاع رايح في اتجاه مختلف بعيد عن التاني زي ما أنت شايف بالظبط قدامك يبقى انا عندي نوعين من الانعكاس مش حسب مصدر الضوء حسب السطح العكس الريفلكتنج سيرفس خلاص يا شباب يبقى ده معناه ان هم النوعين اللي قدامك هم بالرسم وبأشعة الايه؟ الضوء وهنعرف الاسئله بتيجي عليهم ازاي تعال نشوف الشريحه اللي بعدها الشريحه اللي بعدها بتقول لك اهو اف ذا ريفلكتنج سيرفس لو كان السطح العكس ده الثلاث كلمات دول تعرف انه انعكاس منتظم لو قال لك في السؤال سموث اند شايني يعني سطح ناعم واملس يبقى ده سطح عاكس منتظم زي المرايه وغيره لو قال لك ميرور مرايه برضو اكيد او في مرايه في الدنيا خشنه يعني ما برضو هتبقى املس منتظم شايني لامع واملس لو قال الاشعه المرتده في اتجاه واحد برضو انعكاس منتظم ولو قال ان الاشعه المرتده برل المتوازيه كل دول في السؤال لو لقيتهم او لقيت واحده فيهم او اتنين منهم وانت مغمض اختار من الاختيارات او اكتب في الفراغ لو كان سؤال كومبليت ريجولار ريفليكشن اذا ايه عكسناهم هنزود اي IR ار تبقى ريجولار ريفليكشن يعني ايه عكسناهم؟ يعني مثلا بدل ما كلمه سموث قال لك رف او خشن تمام؟ بدل مثلا ما يقول لك ميرور قال لك مثلا اني اوبجيكت قال لك اوبجيكت وخلاص لكن ما قالكش كلمه ايه؟ ميرور ماشي كده؟ أو قال لك مثلا الـ Reflected Light Rays in دايركشنز Directions أو تو دايركشنز مش في اتجاه واحد أو تمام ولا إيه أو قال لك واحد ناحية الإيست وناحية الويست وناحية النورث يعني كل واحد في اتجاه مختلف إذا أي حاجة من دول باظت تعرف إنه انعكاس غير منتظم اللي هو الخطوط الحمراء اللي إحنا خدناها في الشريحة اللي فاتت يبقى الكلمات ده يحفظها لي من لما تلاقيها في أي سؤال تعرف إنه بيتكلم عن الريجولار ريفليكشن وهنشوف أسئلة عليها دلوقتي طيب الجزء اللي بعده ده بيوضح لك التلات كلمات اللي أو الأربع كلمات دول الأشعة السوداء دي افترض ان هي دي أشعة الضوء جت متوازية خبطت في المراية ارتدت متوازية جنب بعض في اتجاه واحد والسطح بتاع المراية أملس ولامع فبيقول لك أهو ات از ذا ريفليكشن تعريف بقى الانعكاس المنتظم اللي احنا خدناه من شوية التعريف بتاعه الديفينيشن هو انعكاس اللايت انعكاس الضوء هو ان ات فولز عندما يسقط اون ا سموث اند شايني reflecting سيرفس على سطح أملس ناعم طب الدليل عليه ايه؟ ان ذا لايت ريز او ذا ريفليكتد لايت ريز Are reflected directly in one direction خلاص يعني بتنعكس في اتجاه ايه في اتجاه واحد وده الدليل عليه او يعني ده باختصار التعريف بتاع الانعكاس المنتظم او ريجولار ريفليكشن حد عنده اي سؤال يا شباب ان شاء الله بسيطه وسهله النوع الثاني ما بيجيش كتير اللي هو الغير منتظم ده اللي بيجي طيب لو انت عملت لي انعكاس منتظم بتاخد مميزات مرايه مثلا زي اللي انت شايفها دي البنت واقفة قدام المراية. طول البنت هو نفس طول الصورة بتاعتها جوه المراية. الوان الفستان هي نفس الوان الفستان. كل التفاصيل باينة لأن الانعكاس منتظم فأنت خدت شوية مميزات بقى إن الصورة بتاعتك مساوية للجسم في كل شيء. تقريباً في كل شيء. هي يعني مش عليك الاختلافات في إيه. بس أنت واقف قدام صورتك في المراية كأن أنت واقف. فبيقول لك أهو. The image form is equal to the body in everything. هي يعني مساوية للجسم في كل شيء. ما عدا حاجة واحدة بس مش عليك. ان مين هو الشمال والشمال هو اليمين يعني لو انت رفعت ايدك اليمين تحس ان صورتك في المرأة رفعت ايديها الشمال ده اسمه انعكاس جانبي مش عليك تقريبا كل حاجه زي بعضه خلاص يبقى خلي بالك ان الصوره زي الجسم لكن لو ف... لو قلنا بقى الصور في البين هولز او البين كاميرا فاكر الصوره كانت بتبقى عامله ازاي كانت مينيمايز اند inverted احسنت مقلوبه ومصغره لكن في المرأة المستويه تقول لي ايكوال تو ذا تمام اند نوت انفرتد ومش معتدله قصدي عفوا مش معكوسه تقول انها معتدله تمام؟ طب تعالوا نكمل هو ما بيسالش في خصائصها هو المهم ان انت هنعرف ليه انا جبت لك السطر ده دلوقتي. هو بقى بيسال في ايه؟ بيسال في المسافه بينك وبين صورتك مش فاهم افهمك افترض انت واقف دلوقتي قدام صورتك في المرايه فانت هتشوف صورتك في المرايه لو كان بعدك عن المرايه 10 سنتي انت مقرب قوي اهو الواد مقرب قوي من المرايه يبقى صورته جوه المرايه بعدها عن المرايه برضه 10 سم، كانه هو كده وده ده كده وده كده، يعني بينه وبين المرايه 10 سم، صورتي بينها وبين المرايه 10 سم. طب افترض كمل كده ركز. الولد ده بعد رجع لورا شويه. كان صورته كمان بعدت، لو انت بقيت نص متر بينك وبين المرايه، صورتك بينها وبين المرايه نص متر برضه. طب ابعد ايه اكتر. لو الولد ده بعد اكتر متر، يبقى صورته بعتت جوه متر. فهمت انا قصدي اقول لك ايه؟ يبقى ده معناه ان دلوقتي بقى الموضوع فيه حسابات. ممكن اقول لك مثلا الولد ده بينه وبين المرايه متر ما المسافه بين المرايه وبين الصوره فانت تقولي متر طب ما المسافه بين الولد وبين صورته يبقى 2 متر ما هو متر لحد المرايه ومتر لحد الصوره فبقى في انواع من المسائل وبقى في حاجات لازم تتخيلها والا ممكن تحل غلط لا قدر الله يعني طيب تعال نكمل نشوف بقى ايه الامثله او هو عايز يقول ايه بقول لك اهو when you in a لما تبص في المرايه you can see your image هتشوف صورتك equal to the body in everything زي ما قلنا زي الجسم في كل حاجه بسبب ايه؟ بسبب الريجولار لايت ريفليكشن حلو. where the distance المسافه between your body and the mirror المسافه بينك وبين المرايه اهو زي ما انت شايف كده ال2 متر دول is equal to the distance هم مساويين للمسافه بين الصوره بتاعتك وبين المرايه يعني برضه 2 متر يبقى لما تجيلي دي مساله في الاختبار اعرف ايه؟ اعرف حلها ها ماشي يا شباب يبقى بينك وبين المرايه 2 متر يبقى بين صورتي وبين المرايه برضه 2 متر ما احنا قلنا كل حاجه زي بعض هنا زي هنا كانهم عالمين مختلفين عالم ما قبل المراه وعالم داخل المراه اي حاجه هتحصل هنا هتحصل هنا ماشي طيب ذا ديستانس بتوين المسافه بين الجسم الأوبجكت والصوره بتاعته هي مجموع المسافتين بتوع بينه وبين المرايه وبين الصوره وبين المرايه هفهمك يعني انت دلوقتي الجسم او البادي بينه وبين المرايه كام؟ 2 متر نفترض جه في الاختبار وقال لي ما المسافه بين البادي وبين الامج؟ اه في الحاله دي هجمع 2 متر و2 متر يبقى لازم اجمع. وهي نفس المسافه طبعا. يبقى هيبقى 4 متر. حتى اعمل لك خط ابيض فوق اهو وعليه علامه استفهام معناه ان انا عايز المسافه من الجسم للصوره. في الحاله دي ما تقوليش بقى 2 متر. لا 4 متر، 2 بتوع الجسم منه للمرايه و2 بتوع الصوره من المرايه للصوره. فهمنا يا شباب؟ يبقى القاعده دي برضه هتجيلك كتير جدا ومهمه جدا. ان شاء الله بعد الفاصل هنشوف شويه مسائل على الموضوع ده وايه اللي ممكن يخليني او يحاول يغلطني او يغير في صيغه الاسئله طيب <متصفيق> 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 تعال الاول نتدرب على شويه اسئله عاديه تمام بيقول لك اهو وي كان سي اوبجيكتس ديو تو نوت اوف لايت اون ذم بنشوف الاجسام بسبب ايه انعكاس الضوء من عليها يبقى the reflecting of light of them أو on them أو reflection of light on them اللي بعده the light bouncing ارتداد ردو from a plain mirror استنى بقى is known as هنقول ايه light reflection ولا regular reflection هو قال لي هنا كلمة ايه plain mirror واحنا قلنا لما نلاقي كلمة mirror يبقى regular reflection طيب light is reflected نقط هو when it falls on a smooth and bright surface يبقى ري... يبقى reflected ايه ها regularly بانتظام light is reflected not when it falls on a plane mirror نفس الكلام regularly برضو the presence of not and not is necessary for light reflection وجود ايه وايه ضروري لانعكاس الضوء source of light وreflecting surface لو قال لي نفس السؤال بس بدل كلمة for light reflection for seeing للرؤية أو الفيجن يبقى نفس الكلمتين يعني. طب السؤال اللي بعده In the regular reflection, the light rays are reflected directly in a direction in one دايركشن تمام كده يبقى في اتجاه واحد يبقى ده بيدل على انه انعكاس منتظم دي بعض الامثله للاسئله الكومبليت اللي ممكن تيجي لك تعال نشوف نوع تاني من الاسئله رايت ذا ساينتفك تيرم يعني انا انا هدفي من الشريحه دي انه اعرفك امتى تكتب ريفليكشن اوف لايت وامتى تكتب ريجولار ريفليكشن بيقول لك ايه ذا بونسنج اوف لايت ريز افتر فولينج اون ا وسكت ما قالش ايه هو السيرفس ولا ايه مميزاته اللي هيكتب لي في السؤال ده ريجولار ريفليكشن يبقى غلط مش عرفك إنه ريجولار قال لك سيرفس وسكت يبقى ريفليكشن اوف لايت وخلاص السؤال اللي بعده بقى ذا ريتيرنينج باك اوف لايت ريز وينز يفول فول اون اسموس ام ذا شايني سيرفس أو هنا لازم تكتب رجل ريفليكشن لو كتبت ريفليكشن بس غلط لانه قال لك سموس ام ذا شايني او زي اللي بعده قال لك ميرور ما هي المرايه مالها احسنتم برضه سموس ام ذا شايني يبقى لازم اكتب برضه ايه ها ريجولار ريفليكشن يبقى خلي بالك ركز امتى تكتب ريفليكشن انعكاس وامتى تكتب regular ريفليكشن يعني انعكاس منتظم. حد عنده اي سؤال لحد دلوقتي؟ اظن الموضوع بسيط وسهل اهو والاسئله بتاعت الساينتفك تيرم يعني ما بيجيبش irregular يعني نادر ما شفتهاش فعلا لحد دلوقتي يعني انها مش عليك انت اللي عليك النوع الريجولار المنتظم. طيب تعالوا نكمل. لو قال لك give reason you can see your image in a blink mirror كليرلي ليه بنشوف صورتك في المرايه بشكل منتظم اكيد هتقول له عشان ده انعكاس منتظم والصوره مساويه الجسم في كل شيء والاشعه بتنعكس في اتجاه واحد كل ده بس هنقوله بالانجليزي تمام يلا نشوف الاجابه اهي الاجابه قدامك اهي اهو oh. Due to the regular reflection of light as light rays reflected back in one direction. شكرا هتقول له انعكاس المزايا بتاعت regular reflection. بس. نيجي بقى للمسائل. أول مسألة كده بالراحة كده هتلاقي كوباية شاي وتعالى ركز معايا. خلي بالك انا عايزك توقف في الشريحة هتحاول تحلها الاول وبعد كده شوف الحل نبدا بالسؤال الاول بيقول لك if you stand 1 meter in front of a mirror يعني لو وقفت 1 متر بينك وبين المرايه يبقى بين الجسم وبين المرايه 1 متر زي ما انا عامل كده في الصوره تمام يور ايمج الصوره بتاعتك بقى از فورمد ات نقط فروم ذا ميرور يعني المسافه بينها وبين الميرور يبقى كام احسنتم بين الصورة وبين المرر زي بين الجسم وبين المرر برضه واحد متر طيب السؤال بيقول لك بقى and the distance between your body and your image بقى اه المسافة الكبيرة اللي فوق الخط الابيض المنقط اللي فوق في الحالة دي هجمع الواحد متر ده بلس الواحد متر ده يبقى هيديني المجموع بتاعهم كام؟ المجموع بتاعهم احسنتم 2 meters equals 2 meters يبقى خليك خليك فاكر لو قال لك الايمج دي المسافة بينها وبينك قد ايه يبقى هنجمع طب بينها وبين المراية قد إيه؟ يبقى مش هنجمع لأن البعد بين المراية والسرعة هو نفس البعد بين الجسم وبين الإيه؟ بين المراية. فهمنا يا شبابنا؟ يبقى عرفت إمتى تجمع وإمتى ما تجمعش؟ ايه المسائل بنفس الشكل ده كده. طبعا هو ممكن ما يرسملكش. هو هيديك السؤال كده أكمل كده وخلاص. أنا رسم بس عشان أوضح لك. لكن في الاختبار مش هيرسم. فأنت بقى تخيل كده أعمل بالقلم الرصاص كأني في مراية وكأني في جسم وابدأ وأنت تعرف. ناخد اللي بعده. بقول لك اف يو بيت ان اوبجيكت لو حطينا جسم اوبجيكت اي جسم نفترض الكرسي ده اللي انا حطت عليه اودي اوبجيكت ات ا ديستانس اوف 30 سنتيمتر يعني بينه وبين المرايه 30 سنتيمتر انا كاتب لك اهو تمام ان فرونت اوف ا ميرور يعني امام مراه ماشي the distance between the image اند the mirror بين الايمج والمير ايكوالز كام سنتي ها بين الصوره وبين المرايه لسه قايلينها هنجمع هنجمع على... ولا مش هنجمع ها فكر كده في جامعة ولا مفيش؟ خلي بالك أنا ما قلتش بين الصورة وبين الجسم. أنا بقول بين الصورة وبين المراية. لسه جوه العالم بتاع المرآة، ما دخلتش على العالم التاني، وهنا زي هنا. يبقى هنا 30 سنتيمتر. هنا هيبقوا برضه 30 سنتيمتر. اللعب في السؤال ممكن يبقى إنك تحولها لميتر بقى، ممكن يقول لك مثلا إيكوالز نقط متر فهمت؟ فأنت هتقسم على إيه 100 فصفر يروح مع صفر فهتبقى 0.3 متر. فهمتها فهمت القصه هيبقى في لعبه بس فين الله اعلم انت بقى ركز في المساله كويس قوي طيب يبقى المساله بتاعت الاوبجكت دي ان شاء الله باذن الله سهله ما فيهاش اي مشاكل تعال ناخد النوع الثالث من المسائل او المساله الثالثه جايب لك بيقول لك ايه؟ if you stand at 50 centimeters لو وقفت على بعد نص متر in front of a blame mirror ماشي. your image is formed at نقط سنتيمتر from the mirror نفس الكلام. بعدها ايه عن المرآه؟ بعد الصوره. أحسنتم 50 سنتيمتر اند نقط سنتيمتر فروم يور بادي وبعدها عن جسمك قد ايه؟ ها؟ يبقى هنجمع 50 سنتيمتر و50 سنتيمتر هو عايزها بالسنتيمتر يبقى هقول له 100 سنتيمتر لكن لو عايزها بالمتر هقول له ها؟ 1 متر لان المتر 100 سنتي فهمنا يا شباب؟ يبقى هم نفس المطلوبين في كل المسائل يا بعد الصوره عن المرايه خد نفس الرقم بتاع بعد الجسم واكتبه يا بعد الجسم عن الصورة هنجمع دي زائد دي طيب سؤال هل في أفكار تانية ممكن تيجي أو أو يعني زي ما تقول إيه طريقة تانية في الأسئلة؟ آه افترض بقى هو عايز يلخبطك فاعمل إيه في المسألة دي؟ بص كده في المسألة دي إدالك البعد بتاع الصورة بس يعني بين المراية وبين الصورة كان بيديني البعد بين الجسم وبين المراية المرة دي إداني بين ها الصورة وبين المرأة أقول لك if you see an image تمام of an object at a distance of 20 سنتيمتر يعني أنا شايف الصورة على عمق في المرأة 20 cm جوه المرأة تمام ده بعد الصورة وبعدين from the mirror بينها وبين المرأة احسب calculate the distance المسافة between the object and its image يعني هات المسافة من الأوبجكت للإيمج المسافة الكبيرة طب أنا أصلا معرفش الأوبجكت والميرور قد إيه متفكر كده احسنت ما هو الصوره على بعد 20 سم يبقى المرايه ما بين المرايه ما بين الاوبجكت او الجسم برضه كام 20 سم يبقى لما اجي بقى اجيب المسافه بين الاثنين هقوم جامعها يبقى الفرق هنا ان في المساله دي ما اداليش البعد بين الاوبجكت وبين الايه الميرور لا اداني البعد بين الايمج وبين الميرور وطلب نفس المطلوبين التانيين عكس يعني يعتبر عكس الايه الكلام شويه بس سهل ما فيش اي مشاكل طيب ممكن يعمل ايه تاني بقى عشان يلعب في الاسئلة تعال نشوف المثال ده كده اعمل ايه بقى المرة دي ركز اداك المسافة ما بينهم الكبيرة 100 سنتي يعني بين الجسم وبين صورته 100 سنتي اه بيقول لك اه if the distance لو كانت المسافة between the object and its image 100 سنتيمتر يعني المسافة بين الجسم وصورته 100 سنتي الكبيرة المسافة الكبيرة اللي هي مجموعة المسافتين ركز بقى so بالتالي الديستانس بتوين ذا ايمج اند ذا ميرور عايز المسافه بين الصوره وبين المراه كام؟ ما تفكر كده هي مش دي لازم تكون قد دي لان المراه مستويه فبعد الصوره قد بعد الجسم جميل المسافه كلها 100 سم هتقول له ال 100 دي على الاثنين تديك كام؟ 50 سم يبقى المسافه بين الجسم وبين المرايه 50 سم وبين المرايه وبين الصوره برضه 50 سم لما جمعنا 50 زائد 50 اداني ال 100 سم اللي انت مديها لي في المساله فوق معطى يبقى مرة يديك دي مرة يديك دي مرة يديك دي ويطلب الاثنين التانيين انت لو مركز في المسألة ورسمها ومتخيلها ان شاء الله بالخطوط كده اهو تعمل خط كده وتكتب او يعني اوبجكت وخط كده اكتب عليه ام يعني ميرور والخط التاني اكتب عليه اي يعني ايمج وتبدأ بقى تكتب المسافات وتشوف هو اداك ايه وعايز منك ايه المسألة دي بقى انا يعني ايه عجبتني هي مش عليك هي مش عليك يعني تقدر تقول انها في كتاب تالتة اعدادي بس طبعا فيها حاجات مضافة اكتر يعني انا بس حبيت افهمك انه ممكن يلعب اكتر ممكن يعمل حاجه زي كده انا بقول ممكن الله اعلم جايب لك ثلاث اجسام ورا بعض اي بي سي والثلاث صور ورا بعض اي داش بي داش سي داش يعني انا سميتهم بس عشان انت ما تتلخبطش تعال بقى نشوف هو عايز ايه وهيديني ايه و... افترض يا سيدي المطلوب النهائي بتاع المساله انه عايز المسافه بين سي لسي داش يعني المسافه من الكرسي لصوره الكرسي طيب ايه المعطيات اللي هو مديها لي في المساله ركز بقى معايا المعطيات كالتالي اهو الارقام بتظهر قدامك اهي ثبت الشريحه وحاول تجيب كل علامات الاستفهام دي لوحدك وبعد شويه تعالى شوف بقيه الشرح ركز بقى معايا هو مديني شويه معطيات المعطيات اللي هو مديها لي ممكن احل بيها المساله يعني مثلا ما بين بي وسي 5 متر ركز طب ما انا ممكن اخد ال 5 متر دي واحطها بين سي داش وبي داش اللي هي علامه الاستفهام الزرقاء كده حلتها علامه الاستفهام الاولانيه اللي على ايدك الشمال دي طيب ما بين الدكتور اللي هو رقم ايه والمرايه 2 متر صح كده بس هو ما طلبش الناحيه التانية بين الدكتور وبين المرايه ما طلبهاش بس في حاجه اداني المسافه من الصوره بتاعه الممرضه لصوره الدكتور كلها او عفوا للمرايه كلها 8 متر يعني من صوره الممرضه او الدكتوره للمرايه 8 متر طب شيل منهم الاثنين اللي, هم بتوع الصوره بتاعت الدكتور والمرايه هيتبقى علامه الاستفهام الخضرة دي اللي هي هي علامه الاستفهام الحمراء التانية دي اللي هي 5 متر 5 ولا 7 ولا 6 ستة 6 ستة. ما هو 6 2 يديك 8 فاهمين ولا ايه يبقى ده ده معناه ايه تاني بالراحه كده تاني المسافه من الصوره بتاعه الممرضه البي داش لحد الام اللي هي المرايه 8 متر 8 متر دول فيهم الممرضه للدكتور والدكتور للمرايه طب ما انت معاك الدكتور للمرايه 2 متر يبقى 2 متر و6 يدوك 8 يبقى ده معناه ان علامه الاستفهام الخضراء هي هي علامه الاستفهام الحمراء هم همهم 6 هم متر. طب لو انا بقى اصلا في المساله كان طلب الاساسي البعد بين سي وسي داش هتجمع خمسه وثمانية وترجع تجمع خمسه وثمانية تاني كلهم مع بعض يبقى هي المسافه بين سي لسي داش. فهمت ولا ايه؟ يعني هتجمع من الكرسي للممرضه دي خمسه. خمسه وسته واثنين يعني ثمانيه؟ خمسه وثمانيه كام؟ 13 13 وزيهم الناحيه الثانيه 13 يعني المسافه منهم 26 متر فهمت ولا ايه انا عارف ان انت ممكن تقول لا دي عمرها ما تيجي في الاختبار يا عم هي ان شاء الله مش هتيجي انا بدربك إيه ازاي هو ممكن يغلطك ازاي هو ممكن يلخبطك فانت ان شاء الله هو الدرس سهل وبسيط والخاصيه بسيطه وسهله اللي هي اللايت ريفليكشن عايزك تحفظ التعريف بتاعها انواع الانعكاس ايه الشروط الكلمات اللي لو لقيتها الاقي انعكاس منتظم او غير ايه منتظم وابدا تدرب على شويه الاسئله والقوانين اللي احنا خدناهم دولت هتلاقي الدرس بسيط والخاصية الثالثه في الضوء مفيش اسهل منها كده بقينا خاصيتين اتنين بس ان شاء الله هناخد واحده الحصه الجايه واحده الحصه اللي بعدها وباذن الله هناخد بعدهم شويه اسئله واختبارات كده عشان نبقى خلصنا الدرس الايه الاول سعدت وتشرفت بيكم كان معاكم الاستاذ محمد سعيد رحمي قناه ساينس كابيتال والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته